السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear sister أم جنيد. إن شاء الله our course plan for this month إن شاء الله we will carry on our memorizing in سورة البلد إن شاء الله. So let's start إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله we will stop at this one. And during our session, we will practice more and more, inshallah. May Allah make it easy for you and may Allah accept it from you. JazakAllahu khairan kathiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.